إن هذه الحملة اليوم ستنطلق وتتواصل من أجل إعطاء الدفع الفعال والمساهمة النوعية في تحقيق الهدف الأكبر المنشود والمتمثل في تلقيح على الأقل 70% من المواطنين سنهم أكثر من 18 وبالخصوص أكثر من 65 سنة وبالخصوص لحاملين أمراض مزمنة. دلتا هذا الفيروس الجديد هذا أصاب عدد كبير من الأطفال وإحنا مع الدخول المدرسي وانطلقنا في تلقيح عمال التربية الوطنية والجامعة والثانوية، لكن لازم نحمي أطفالنا. باش نحمي أطفالنا بتلقيح الكبار. إذا نلقح نفوسنا، نلقح الكبار حماية على الصغار، لأن فيه خطر أو فيه خطر إصابة الأطفال بهذا الفيروس الخبيث. كل الجزائريين أنتم الذين ساهمتم وما زال تساهموا في نجاح هذه الحملة من خلال درجة الوعي التي أظهرتموها منذ شروع في عملية تلقيح بداية هذا السنة، وما تلقيح أكثر من 8 ملايين جزائرية وجزائريين إلى حد اليوم.